يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: القول بأن المعطلة يعبدون عدماً والمشبهة يعبدون صنماً، هل هذا تكفير لهم؟ هنا رد عليهم، يعبدون صنماً قاسوه على الموجودات، قاسوه على الموجودات، وهذا صنم ما هو الله جل وعلا. والمعطل يعبد عدماً لأن نفي الأسماء والصفات يقتضي نفي وجود الله عز وجل، لأن ما في شيء موجود إلا وله أسماء وصفات، أما الشيء اللي ما له أسماء وصفات هذا معدوم. نعم.